السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا انا طالعه النهارده عشان اقول لكم ان انا ما بنزلش فيديوهات مراعاة لظروف اخواتنا في فلسطين، مراعاة للظروف اللي احنا فيها، ويعني مش هقول ان انا بعبر عن حزني، فعلا انا يعني قسما بالله الحزن عامم على بيتنا كله. فيعني اخواتي وحبايبي واصحابي، معلش يعني انا ما بنزلش فيديوهات من دول مراعاة لظروف اخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصرهم، ربنا يكرمهم يا رب، ان شاء الله النصر قريب باذن الله وربنا كريم. بصوا يا جماعه، انا النهارده صحيت كده على حاجه كنت لازم اطلع اقول لكم عليها، بل يعني ممكن يكون البعض منكم شافها في بعض الفيديوهات، منزلين ارقام للتبرعات للمساعدات. يا ريت يا جماعه، انا بصراحه يعني حاولت ان انا احفظ الرقم بس ما عرفتش، على قد مقدرتي او على قد معرفتي انا بتكلم. فيا ريت نشوف الارقام دي، واللي يقدر يساعد باي حاجه اي حاجه. يعني بصوا اخواتنا في غزه محتاجين اكل وشرب وميه ولبس كل يوم، مش هو يوم واحد بس، كل يوم. والف مليون شكر لكل اللي ساعد وبعت لهم معونه، ربنا يكرمه وربنا يزيد يا رب. احنا كمان يعني بصوا الارقام اللي نازله دي، منزلين يعني كذا رقم من السهل ان احنا هنجيبه، نزل في كل الفيديوهات كل منزل الارقام دي. احنا بيقول لك حتى ولو بجنيه، يعني مع ان احنا مش مثلنا، مش جنيه، احنا الحمد لله رب العالمين، يعني حتى مهما كان ظروفنا بس برضه بنقف جنب اخواتنا، بنساعد اخواتنا، ما نسيبش اخواتنا في محنتهم، وان شاء الله ربنا كريم ويفك الكرب اللي هم فيهم يا رب، وربنا يرحم شهدائنا وربنا ينصرهم يا رب، وان شاء الله ازمه هتعدي باذن الله، وربنا كريم وهيعوضهم خير، ربنا يقف معاهم يا رب. بس انا يعني بقول لكم لازم نعمل حاجه، لازم يا جماعه. بيقول لنا حتى لو بجنيه، 10 جنيه، 100 جنيه هتعمل حاجه. لما انا احط 10 جنيه وانت 10 جنيه وانت 10 جنيه، يطلع هيبقوا 100 جنيه. هنجيبهم كرتونتين ميه، اي اكل، اي حاجه، شمع ينوروا بيه، ما عندهمش كهرباء، ما عندهمش نور، اي حاجه. بس هم محتاجين المساعده بجد والله. ربنا يا رب يساعدنا ويساعدهم، وربنا يلطف بيهم، وربنا يا رب يزيح عنهم الغمه اللي هم فيها، ويقف لهم الناس الكويسه الحنينه اللي تحن عليهم وتقف معاهم وتساعدهم. بس كنت عايزه اقول كده، وعايزه اقول كمان بجد يعني احنا فلسطين اخواتنا، احنا اخواتنا قسما بالله. فربنا يا رب يعدي الازمه على خير ويفك الكرب ويفكها عليكم يا فلسطين وغزه، ربنا معاكم، ربنا يعوضكم خير. وكمان عايزه اقول اشكر كل الشعوب، كل الدول اللي وقفت مع اخواتنا في فلسطين، واشكر كل الدول والشعوب اللي بعتت لهم معونه بجد. يعني احنا العرب، كل الشعوب العربيه بجد، العربي عربي عربي عربي، الراجل العربي عربي بيقف، بيبان في وقت المحن، بيبان في وقت الازمات. ف بشكر كل الشعوب اللي وقفت جنب فلسطين، بشكر كل الدول اللي ساعدت فلسطين، ساعدت اخواتنا في فلسطين وبعتت لهم معونه. واحنا كمان بالله عليكم، كمان في ارقام بيجي لك المندوب لغايه البيت، يعني في رقم نزلنا هتلاقوه في كل الفيديوهات، الارقام دي هتلاقوها في كل الفيديوهات. بس انا على قد معرفتي وعلى قد ما انا عرفت اتكلم واعبر، فبقول لكم على زي انا ما سمعت كده، فعايزه اوصل لكم معلومه انا عرفتها. عرفت ان النهارده منزلين ارقام للتواصل، ان احنا نساعد باي حاجه، لبس جديد، بطاطين جديده، فلوس، اي حاجه عندنا، لو عندنا بطانيه جديده هنتصل بالمندوب يجي ياخدها، اقسم بالله. بس جديده، يعني عندنا بطانيه من الشتاء اللي فاتت كده ما طلعتش، نطلعها يلا لاخواتنا،
مش هتفرق يعني، مش احنا مش قاعدين عليها هي البطانية دي اللي هنقضي بها الشتاء. يلا في ارقام كمان، مش هنروح احنا ولا مش هنروح نروح نتواصل فين، مش عارف نبعت فين، لا في رقم بيجي لك المندوب لغاية عندك والله العظيم. وانا هصور لكم فيديو ان شاء الله مع المندوب لما يجي لي البيت باذن الله وانزله لكم ان شاء الله. فما نسكتش ما نسكتش يا جماعة، بالله عليكم بالله عليكم، يعني لبس جديد، بطانية جديدة، الشتاء داخلة، انتوا شايفينهم قاعدين في المخيمات، قاعدين في خيم، هم قاعدين في خيم، يعني الشتاء جاية طيب معاهم اطفال والدنيا تبقى تلج وبرد، الاطفال دي تتحمل ازاي؟ ان شاء الله ربنا يكرمهم يا رب، وربنا يوقف لهم ولاد الحلال اللي يعوضوهم عن بيتهم وعن طبعا الارواح اللي راحت منهم شهداء، يحتسبوا عند ربهم شهداء طبعا، ما يعوضهاش اي حاجه، بس ربنا كريم ان شاء الله، وربنا ان شاء الله هيعمل لهم حياه كريمه باذن الله، وان شاء الله كل الشعوب تقف مع بعض وتحط تبقى ايد واحده ويساعدوا فلسطين ويقفوا جنبهم ويعملوا اي حاجه، يعملوا اي حاجه يا جماعه، يعملوا اي حاجه قسما بالله العظيم، يعني الفيديوهات تقطع القلب والله العظيم تقطع القلب، الحجر يبكي الحجر بيبكي، ربنا يا رب يفك ازمتهم يفكها عليهم يا رب، يا رب انصرهم يا رب، يا رب انصرهم يا رب، انصرهم وقف لهم ولاد الحلال يا رب والله العظيم يا جماعه. يعني انا لو عندنا يعني انا لو عندي في عيلتي حد متوفي اقسم بالله ما هنحزن الحزن ده، الحزن عامم على بيتنا كله، يعني انا اقول ايه، ما هم اخواتنا، ما هم اخواتنا. والمرة المليون بشكر كل الشعوب العربية، بشكر كل الدول العربية اللي وقفت جنب فلسطين وساعدتهم، بس انا حبيت اقول لكم ان انا يعني ما بنزلش فيديوهات مراعاة لظروف اخواتي الفلسطينيين، ربنا يفك ازمتهم يا رب، وشكرا.